ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج السور، توقعات الاسبوع الرابع او الاسبوع الاخير لشهر نوفمبر لعام 2021. فتره بالنسبه لنا متميزه كتير، رائعه جدا، عندنا فيها يومين مميزين كتير، لكن في اختلاف ان هيكون الشمس من موقع داعم كتير ليك الى موقع شويه مش هقول لك اقل دعم، بس ضغط. يعني ايه؟ يعني مطالب منك جهد اكتر، مطالب منك شغل اكتر، عندك عروض مهنيه كتير جدا جدا جدا. اي نعم، ده بيكون شيء مميز كتير لبنايه اسم، لبنايه مركز، لبنايه وضع مالي افضل، الا ان برضه في نفس الوقت ضغوط، يعني ممكن يكون عندك شغل كتير قوي 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 تنام بالعافيه. فعندنا الاجواء دي كتير متواجده. برج السور عندنا كمان لان كوكب عطارد في الامور، كوكب العمل والمال متواجد في برج القوس من يوم 25. هتحس شوية ان انت عندك في الفترة دي شغل كتير مطالب، يعني يوم 25 ويوم 26 هتحس ان انا عندي شغل كتير مطالب بحاجات كتير، مش في المود خالص، انا حاسس ان انا عايز راحة، عايز ارتاح. طب ايه؟ طب انا من كتر الضغط ضغط 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 هتحس اللي هو انا فصلت مرة واحدة، الى ان انت شخص قوي جدا وعندك ارادة وعندك عزيمة هايلة كتير. انا بعشق شخصيات برج الثور على فكرة، فعلا يعني انا بحب شخصيات برج السور قوي، في قوتهم، في شخصيتهم، في اراده. طبعا اللهم صل على النبي، يعني ما شاء الله عشان ما يتحسدوش. فبرج السور فانت بتخرج بارادتك واصرارك من الطاقه اللي انت مش في المود، نيجي على يوم 27 28 هوبا كده جات لنا نوع من انواع الثقه والقوه ويلا نشتغل يا هادي. فعندك الجو ده جدا هيكون متواجد، اللي هو ليه علاقه يلا نشتغل، يلا تقبلنا الضغوط ويلا نبدا ويلا نسعى اكتر وعشان نلاقي اكتر. فيكون عندك ان انت حابب كتير شغلك، حابب كتير ان انت عادي يعني مستقبل ان انت يبقى في ضغوط، مش مشكله. فعندك النقطه دي كتير. انا من النوع اللي بحب شخصيه برج السور عشان دي شبهي، يعني احب قوي قوي وقت الهزار دماغ بتبقى رايقه وضايعه. وقت الشغل ممكن اقعد اسبوع مثلا اشتغل ورا بقى، يعني حاجات زي كده. كنت بحب قوي فتره الامتحانات عشان اللي هو الفتره الاخيره من الامتحان دي بتبقى كلها زنقه، بس بحبها، يعني احب المعلومه ما تثبتش الا لما تزنق. طيب المهم، يعني برج السور فانت عندك قوه حقيقيه متميزه جدا جدا، يكاد يحسدك الاخرين في الشؤون المهنيه يا عزيزي، يعني كون حذر قوي قوي من اشخاص هيحسدوك، هيبصوا لك كده طاقه اللي هو يا ابن اللذينه انت ايه مش... فعندك ده جدا. قول ما اللهم صل على النبي كده يعني بص، داري على نفسك، داري على شمعتك تقيد، ده بجد جدا. طيب لما نيجي نتكلم، انا كده وضحت لك اليومين على فكره الحلوين بالنسبه لك اللي هو 27 و28، لكن لما نيجي نتكلم على الشأن المهني عاطفي الخ، نبدا بالوضع المهني. الوضع المهني انت عندك فيه نوع من انواع في سفر او في تعامل مع شخصيات مختلفه عنك، او في بالنسبه لك الشخصيه غير جنسيتك او ثقافه غير ثقافتك، او تعامل ممكن يكون انت بتغترب او عندك غربه لدوله تانية، يعني بتروح تشتغل في دوله تانية او شغلك بيبعتك لسفر في دوله اخرى. فعندك ده جدا جدا في خلال الفتره دي. برج واحتماليه السفر بالنسبه لك او انتقال هيكون متواجد برضو يوم 27 و28 بصوره كتير قويه. الناس اللي بتسال مثلا على فرصة السفر في خلال الأسبوع، هو اليومين دول أفضل أيام، وكمان يوم 29 ويوم 30. طيب بالنسبة لنا كمان يا برج السور، إحنا عندنا فيه تحقيق لأمنيات، تحقيق لرغبة أنت بتسعى إليها في الشأن المهني بقالك فترة. فعندك فيه نجاح بتقدر تحققه، فيه قوة بتقدر تحققها لو أنت بتعمل مشروع خاص أو كنت بتسعى لترقية أو بتسعى لأمر ما في الشأن المهني. وضع المهني برضو بالنسبة لك فيه نوع من أنواع التقدم، نوع من أنواع القوة، نوع من انواع ان في اشخاص بيدعموك في الشأن المهني. فعندك ده في حركه مهنيه، في عكوسات مهنيه. ما انا قلت لك وجبت لك سيرتها ان في عندك غيره مهنيه، والغيره دي هتخليه يبقى في تعطيل للاوراق، خلق ضيق شويه، يعني هتحس ان انت خلقك ضيق، بتاخد الامور المهنيه بضغط، اللي هو ما انت عندك ضغوط مهنيه كتير، يعني مثلا حاجه ورقه مش متظبطه تلاقي نفسك بتزعق، ليه الورقه دي مش متظبطه؟ مش عارفه ايه مش كامل تزعق، فاهمني اقصد ايه؟ فبتاخد الامور على محمل عصبيه، مش تعاملات مهنيه بس ولكن على المستوى العام لامورك الحياتيه، يعني ممكن تلاقي نفسك ان انت بتتخانق على اخوك، على اختك، على شريك حياتك، على شريكه حياتك، ففي ده. بس خفوا شوية، يعني عندنا النقطة دي، بس خلينا ان احنا نخف فيها شوية. نحذر قوي قوي من المشاكل العاطفية يوم 25 ويوم 26،
نحذر فعلا. طيب بالنسبه كمان لبرج الثور ده الشان المهني، الشان المالي، الوضع المالي بالنسبه لك انت عندك عمل جديد، في ترقيه، في تحقيق شيء مهم، في مشروع تقدم، ولكن كل ده باتفاقات ماليه. يعني انت عندك في على فكره عقود بتوقع عليها او في اتفاق مهني، لا ده مرتبط بامور ماليه، فاذا الوضع المالي بيحصل فيه تحسن. الوضع الدراسي بالنسبة لأصحاب برج الثور برضو في تحسن بأحد الأصدقاء، يعني بحالة دعم من أحد الأصدقاء. برج الثور عندك في أشخاص أنت على خلاف معاهم، على خصومة معاهم، بيتم التصالح، بيتم قرب علاقات من تاني، فإذا في تجديد في العلاقات وتحسن في العلاقات. أما بقى بالنسبة للأمور العاطفية، الوضع العاطفي بالنسبة لأصحاب برج الثور في حالة من الحب، حالة من الترابط المتزايد، في مولود جديد أو بداية تخص أحد الأولاد، ممكن يكون في مشكلة صحية تخص أحد الأولاد، إلى أن بيتم في حالة استشفاء، في تصالح، في تحسن في العلاقات، في بدايات جديدة للعلاقات. يعني للناس اللي هم مش مرتبطين في ارتباط، في حالة من الحب، حالة من الجاذبية جدا جدا جدا، ويكاد يكون أصحاب برج الثور أنت بتقترب لشخصيات هم ممكن يكونوا أصلا غير ثقافتك أو غير طبعك، يعني أنت ممكن يكون طبعك جد شوية، إلا إن إنك تميل ويميل ليك شخصية فرفوشة قوي، نعنوش، نعنوشة بضحك هزار جو ده، فشخصية مختلفة عنك أو شخصية غير جنسيتك أساسا، فيكون الأجواء دي متواجدة كتير عندنا يا برج الثور. أما بقى بالنسبة للناس المتجوزين، في مولود جديد، في بداية حياة جديدة، في عندنا تحسن في علاقاتنا ما بيننا وما بين أولادنا أو ما بيننا وما بين أحد الآباء أو يعني الأب أو الأم، فعندنا ده جدا جدا. برج الثور في تحسن في العلاقات العائلية عاطفية، لأن كان في مشاكل عائلية عاطفية، لا بيتم التصالح، بيتم أخذ خطوات جديدة، بدايات جديدة، تعزيز علاقات، فعندنا ده جدا. أما بالنسبة للناس المنفصلين، كتير من اللي فيهم أو فيهم في نسبة رجوع قوية، وكمان نسبة أخذ حق. يعني إيه؟ يعني أنت بتكون قادر كتير على إنك تاخد حقك، أو قادر على الانتقام بمعنى اصح، قادر على الانتقام بنجاح انت بتحققه، قادر على الانتقام بان الشخص ده هيرجع لك وانت هترفضه او هتجرحه بمعنى اصح. فده بالنسبه لي الشأن العاطفي. الامور الاجتماعيه بالنسبه لك انت عندك في تحقيق نجاح مهني ضخم، مشروع قوي، بدايه قويه، مشروع ليه علاقه بمشروع عاطفي او مشروع مهني على فكره، بس النسبه الاكتر مشروع مهني. ومن هنا بيبدا عندك في ان بتبقى حديث الكتير، كتير بيتكلم عنك، كتير بيبقى عايز يقرب منك، كتير عايز يحصل فيه توطيد في العلاقات بشكل قوي، فعندنا الاجواء دي جدا يا برج الثور. برج الثور بالنسبة لك كمان في الأمور الاجتماعية أو الوضع ليه علاقة بشكلك أو مظهرك، أنت عندك مشتريات جديدة على فكرة ليها علاقة بالمظهر، ليها علاقة، ممكن تكون بتشتري، ممكن يكون تغيير ليه علاقة باللبس، بالستايل، ممكن يكون سيارة جديدة، ممكن يكون أجهزة إلكترونية جديدة، يعني ممكن يكون بالنسبة لك أنت ممكن تكون بتغير اللاب بتاعك مثلا، ممكن تكون يعني عارفين الأجواء اللي زي كده، حاجة أنت بتشتغل عليها ومستمرة معاك للمستقبل، مش حاجة انت بتشتريها وقتية كده، لا، في مشتريات ليها علاقة بأمور تخص مستقبلك، ليها علاقة بشغلك، ليها علاقة بمظهرك أمام الآخرين، فعندك ده جدا. زي مثلا برضو عربية، سيارة تنفعك، يعني فهمنا اقصد ايه، فعندك الجو ده جدا جدا يا برج الثور. برج الثور الامور الصحيه انت عندك في متابعه لطبيب او علاج او تحاليل، او حد من المقربين ليك عنده مشكله صحيه، او تحاليل او اجراءات طبيه، او زياره طبيب، ممكن تكون هتبقى معاه في اليوم ده، يوم 29 ويوم 30، في اجراءات طبيه علاجيه استشفاء، في الجو ده جدا، ولكن بتميل الى الاستشفاء، امور ايجابيه. يعني ده بالنسبة لتوقعات برج الثور خلال الاسبوع ده، التوقعات اليومية على القناة التانية هتبقى برضو تفصيلية اكتر، عشان نبقى بنتكلم على اليوم بيوم وكده، حاجة صبحة. بشكركم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.